ده هو جزء من المصطلح الأكبر منه، اللي هو مصطلح تأكيد الجودة اللي بيتم معاك في الموقع. إن عملية ضبط الجودة دي تبقى جزء من العملية الكبيرة اللي موجودة معاك في الموقع، اللي هي عملية تأكيد الجودة كمشروع ككامل. فضبط الجودة ده بيتم الأعمال الخرسانة اللي موجودة معاك بعدة شروط أو بعدة عوامل. إحنا هنركز في السكشن بتاعنا النهاردة على عملية ضبط الجودة لمكعبات الخرسانة أو مقاومة مكعبات الخرسانة اللي موجودة معاك، وإيه اللي ممكن يؤدي إلى اختلاف في نتائج مقاومة مكعبات الخرسانة اللي موجودة معاك. أنت طبعا أنت بتاخد مكعبات الخرسانة اللي موجودة أثناء عملية الصب، بتبقى جاية نتيجة اختبارات تمت قبل كده على مكونات الخرسانة كأجزاء، وخلطة تصميمية اتعملت، وبتتأكد من الخلطة اللي موجودة معاك ديت في قلب الموقع، إنك زي ما علمناك كده إنك بتاخد مكعبات من الخلطة اللي أنت بتصبها علشان تتأكد من المواصفات بتاعتك، أو إن الخرسانة اللي موجودة معاك هتحقق المقاومة اللي أنت عاوزها بالمواصفات اللي أنت محددها له في الخلطة التصميمية. إيه اللي بيخلي إن يحصل في اختلاف ما بين نتائج المكعبات اللي موجودة معاك؟ ممكن نقسم الموضوع ده لسببين اتنين. أول حاجة التغير في خواص الخرسانة بين العينات المحفوظة. إيه السبب في كده يا باشمهندس؟ قال لك ممكن وأنت بتاخد العينة اللي موجودة معاك ما اتبعتش أسلوب فني في أخذ العينات، كنت بتاخد العينات بطريقة عشوائية، فبالتالي ولما تيجي تكسرها النتيجة تبقى مختلفة عن بعضها. برضه ما اهتمتش بالمعالجة بتاعت العينات اللي موجودة معاك، فالنتائج برضه هتبقى مختلفة عن بعضها. القوالب نفسها اللي انت كنت بتاخد فيها العينات اللي موجوده معاك ما كانتش صالحه، او كان فيها جناب مش مظبوطه، او جناب مش عدله، فبرضه هيأثر على نتائج العينه اللي انت كانت موجوده معاك. ده كان كده يعتبر شرط او بند من البنود اللي بتأثر على اختلاف النتائج مقاومه المكعبات اللي موجوده معاك للخرسانه. في شرط تاني برضه يا باشمهندس، او في سبب تاني اسمه التغير في خواص الخرسانه بين القلبات المختلفه. طبعا احنا عارفين ان الخرسانه كلها ما بتتصبش او ما بتتخلطش كلها مع بعضها، فبتقلبها على مراحل او على قلبات، ممكن تتغير معاك نسبه ميم الى سين، ممكن امتصاص الركام اللي موجود معاك يتغير، نسب الخلطه اللي موجوده معاك تتغير من خلطه لخلطه، وده بيأثر في نتائج المكعبات اللي لما بتيجي تختبرها بعد عمر 28 يوم، وتلاقي ان في اختلاف ما بين النتائج. فكل ما كانت نسبه ميم الى سين مظبوطة، كلما كانت نسب الخلط اللي موجودة معاك مظبوطة، كلما كان متحكم في امتصاص الركام وعارف نسبة امتصاص الركام اللي موجودة معاك عن طريق اختبار نسبة الامتصاص اللي انت عامله قبل كده للركام موجود معاك، فكل ما بتهتم بالنتائج، كل ما بتهتم بالاختبارات اللي موجودة، بيكون مستوى ضبط الجودة اللي موجود معاك عالي، فبالتالي برضه يعود الكلام ده كله على نتائج المكعبات اللي موجودة معاك بتاعت الخرسانة، النتائج تكون متقاربة كلها من بعضها، وده يوضح ان مستوى ضبط الجودة اللي موجودة معاك كان عالي. ضبط الجودة الإحصائي. طبعا انت خدت النتائج بتاعت المكعبات اللي موجودة معاك يا باشمهندس، وعاوز تحلل النتائج اللي موجودة معاك. كأن النتائج اللي موجودة معاك دي كأرقام، فانت بتبدأ تفسر الأرقام اللي موجودة معاك ده إحصائيا علشان تعرف مدى الاختلاف أو مدى التشتت أو مدى التباين اللي موجود معاك ما بين الأرقام. فسمينا الموضوع ده كده اسمه ضبط الجودة الإحصائي لمكعبات الخرسانة، وقسمناه لعنصرين اتنين مهمين. أول حاجة اسمها مقاييس النزعة المركزية. يعني إيه يا باشمهندس؟ بتقيس المتوسط بتاع العينات اللي موجودة معاك ديت، وتشوف مركز العينات اللي موجودة معاك وبتتراوح عن المركز اللي موجود معاك بنسب قد إيه. مقاييس النزعة المركزية بنجيب أول حاجة فيها اسمها المتوسط. أنا عندي مثلا نتائج المكعبات، عدد المكعبات وليكن 10، عاوز أشوف المتوسط بتاع المقاومة اللي موجود من اسم، لو المتوسط ده رقم مشهور أو مصطلح مشهور عندنا، حاجة اسمها المقاومة المتوسطة اللي هي بتساوي مجموع المقاومات على عددهم. من مجموع المقاومات على عددهم طبعا انك تحكم على الخرسانة من حيث المتوسط، الكلام ده فيه عيب كبير جدا يا باشمهندس، لانك انت بتجمع الارقام اللي موجودة معاك بصرف النظر عن القيم المتطرفة او القيم المتباعدة اللي موجودة معاك، انت مجموعهم على عددهم كرقم. الحاجة التانية برضو اللي ممكن، او من العوامل التانية من مقاييس النزعة المركزية، حاجة اسمها الوسيط. ايه هو الوسيط؟ قال لك هي القيمة التي تقسم نتائج المكعبات اللي موجودة معاك ديت لقسمين متساويين في العدد ولا يتأثر بالقيم المتطرفة. يعني ايه؟ قال لك يا باشمهندس عشان تحسب الوسيط، بتروح ترتب العينات اللي موجودة معاك سواء تصاعديا او تنازليا، وتشطب واحد من الاول مع واحد من الاخر، واحد من الاول مع واحد من الاخر، والرقم اللي هيتبقى معاك في النص هو الوسيط.
والنتائج دي نتائج فردية. طبعا لو النتائج دي نتائج فردية بيبقى معاك رقم واحد في النص، بيبقى ترتيبه يا باشمهندسين ان زائد واحد على الاثنين، حيث ان هي عدد المكعبات اللي موجودة معاك او عدد العينات. طب لو كانت العينات اللي موجودة معايا عدد نتائج زوجية، قال لك هستنيك تصطب واحد من الاول مع واحد من الاخر، واحد من الاول مع واحد من الاخر، هيجي في النص هيبقى معاك رقمين اثنين، اجمعهم واقسمهم، اجمعهم واقسمهم على الاثنين، اللي هو انت كانك بتاخد المتوسط بتاعهم يا باشمهندس، ده قيمه الوسط اللي موجود معاك، ويبقى ترتيب القيمتين دولت ان على اثنين وان زائد واحد على اثنين. الحاجه الثالثه برضه في مقياس النزعه المركزيه حاجه اسمها المنوال، هو اكثر قيمه تكررت او اكثر رقم تكرر من النتائج. زي ايه مثلا يا باشمهندس؟ لو انا بكسر المكعبات وقد طلع النتائج اللي موجوده معايا 25 26 27 28 25، لقيت ان الرقم 25 مثلا هو اكثر واحد بيتكرر في بين النتائج، يبقى المنوال بتاع العينات دي كده هو رقم 25. يعيب موضوع المنوال ده يا باشمهندس، قال لك ممكن يكون في اكثر من منوال، ممكن يكون في اكثر من رقم مقرر معاك، فبالتالي هتقول في الحاله دي انهي واحد هو المنوال. في الحاله دي بنذكر ان الرقم الفلاني والرقم اللي الفلاني التاني اللي موجودين معاك هم المنوالين، وممكن يكون اكثر من اثنين وممكن يكون اكثر من ثلاثه، وساعات ما بيكونش في منوال اصلا، ما فيش رقم مقرر، فموضوع المنوال ده مش دقيق، او يعيبه ان هو ممكن يكون موجود اكثر من منوال وممكن ما يكونش فيه منوال خالص. يبقى مقاييس النزعه المركزيه حاجه اسمها المتوسط او الوسط، بنسمي المتوسط او الوسط ده من اول مقياس من مقاييس النزعه المركزيه، تاني حاجه اسمها الوسيط، تالت حاجه اسمها المنوال. المقياس الثاني في مقاييس ضبط الجوده الاحصائي اسمه مقاييس التشتت. يعني احنا كده قسمنا موضوع ضبط الجوده الاحصائي لمقياسين، مقاييس النزعه المركزيه اللي هي المتوسط والوسيط والمنوال، والمقاييس الثانيه اللي هي مقاييس التشتت. من اسمها كده يا باشمهندس بتقيس مدى تشتت الارقام اللي موجوده معاك عن السنتر اللي موجود او عن المركز. فاول حاجه بنروح نجيبها بنجيب حاجه اسمها المدى، يقصد بكلمه المدى والفرق ما بين اكبر قيمه مقاومه واقل قيمه مقاومه ظهرت معاك. يعني انت بتشوف اكبر رقم ظهر في نتائج المكعبات واقل رقم ظهر في نتائج المكعبات، وتروح تجيب الفرق ما بينهم. يبقى كده الارقام معناتها ان الارقام بتتراوح في المدى ده، او بتلعب في المدى اللي موجود معاك ما بين اقل قيمه وما بين اصغر قيمه. تمام، كل ما يقل المدى ده معناته ان النتائج قريبه من بعضها، معناته ان مستوى ضبط الجوده كان عالي، النتائج بتاعه المكعبات كلها متقاربه، فبالتالي المدى قليل. المقياس الثاني مقياس اسمه مقياس الانحراف المعياري، برضه اسمه كده يا باشمهندس. الانحراف المعياري يعبر عن ايه؟ بعد البيانات اللي موجوده معاك عن المتوسط، البيانات بتنحرف عن المتوسط بمقدار قد ايه؟ تمام. الانحراف المعياري ده بنجيبه ازاي؟ بنروح نجيب الجذر ليه، الجذر التربيعي ليه، سميشن قيمه كل مقاومه ناقص الاف ام اللي هو المتوسط الكل تربيع. بتروح تجيب مثلا كل قيمه مقاومه ناقص المتوسط وتضربه ايه وتربعه، زائد المقاومه الثانيه ناقص المتوسط وتربعه، زائد المقاومه الثالثه زائد المتوسط ناقص المتوسط وتربعه، وهكذا. سميشن كل مقاومه ناقص المتوسط كل تربيع مقسومه على ان او ان ناقص واحد. امتى باخد ان وامتى باخد ان ناقص واحد؟ باخد ان لما يكون عدد العينات اقل من او بيساوي 20، وان ناقص واحد لما يكون عدد العينات اكبر من 20. يبقى ان بيساوي عدد العينات لما يكون عدد العينات اقل من او بيساوي 20، وان ناقص واحد لما يكون عدد العينات اكبر من 20. يبقى الانحراف المعياري بنضبط له بالرمز سيجما، يعبر عن مدى بعد البيانات اللي موجوده معاك عن المتوسط، او انحراف البيانات اللي موجوده معاك عن المتوسط. فبروح اجيب كل قيمه من قيم المقاومه، اطرح منها المتوسط او المقاومه المتوسطه اللي موجوده معاك وكل تربيع، واقسمها على انه الكلام ده كله تحت الجذر التربيعي اللي موجود معاك. ده كده قيمه الانحراف المعياري. المعامل او المقياس الثالث من مقاييس التشتت اسمه معامل الاختلاف، يعبر عن الانحراف المعياري كنسبه من المتوسط، ويستخدم في حاله مقارنه الاشياء مختلفه الوحدات. يعني ايه؟ قال لك انت بتاخد الانحراف المعياري اللي موجود معاك ده كده وتقسمه على المتوسط وتطلع النتيجه بتاعته كنسبه مئويه. وبنستخدمه امتى يا باشمهندس؟ لما بيكون بيقارن مثلا حاجتين اتنين مش متساويين في الوحده، او الوحده بتاعتهم مش واحده، فبتعبر عنهم بمعامل الاختلاف كقيمه تعبر عن نسب الانحراف اللي موجود معاك، عشان تحقق او عشان تقارن ما بين حاجتين اتنين ملهمش وحده واحده. طب لو انا رحت جبت الانحراف المعياري، لو انا رحت جبت الانحراف المعياري وقسمته على
ل 17 مقفولة أكبر من 17 ضعف. يعني إيه يا باشمهندس؟ برضه كده كل ما يزيد معامل الاختلاف اللي موجود معاك معناته إن التشتت بيزيد، معناته إن الخرسانة اللي موجودة معاك بتضعف. هم قسموها بنود أو شرايح، لو معامل الاختلاف اللي موجود معاك أقل من 8 يبقى درجة التحكم ممتازة، لو من 8 ل 11 يبقى جيدة جدا، لو من 11 ل 14 يبقى جيدة، من 14 ل 17 يبقى مقبولة، أكبر من 17 يبقى ضعف. طبعا انت تروح طلعت مقاييس النزعه المركزيه اللي هي موجوده معاك، المتوسط والوسيط والمنوال. المتوسط اللي هو الوسط، انت طلعت النتائج اللي موجوده معاك، الوسط بيساوي كام، الوسيط بيساوي كام، المنوال بيساوي كام. لو لقيت ان الثلاثه اللي موجودين معاك متساويين يبقى التوزيع اللي عندك بتاع النتائج اللي موجود معاك او التوزيع الطبيعي للنتائج اللي موجود معاك بتوزيع متماثل، بيبقى كله متماثل حوالين مركز المنحنى. لو لقيت ان المنوال اقل من الوسيط اقل من الوسط بيبقى التوزيع اللي موجود من توزيع موجب الالتواء بيبقى رامي ناحية الشمال كده يا باشمهندس، اسمه توزيع موجب الالتواء. لو لقيت ان الوسط اقل من الوسيط اقل من المنوال اقل من المنوال اللي موجود معاك اسمه توزيع سالب الالتواء. طب بنعرف الكلام ده ازاي يا باشمهندس؟ قالك بتروح تجيب حاجة اسمها معامل الالتواء بيساوي 3 مضروب في المتوسط ناقص الوسيط على السيجما، ومنه بتعرف اذا كان سالب الالتواء او موجب الالتواء. بتروح تجيب معامل الالتواء وبيساوي 3 مضروب في المتوسط ناقص الوسيط على الانحراف المعياري اللي هو سيجما، ومنه بتعرف اذا كان موجب الالتواء او سالب الالتواء او توزيع متماثل. من الاشكال برضو اللي لازم نعرفها اشكال التوزيعات التكراريه من حيث التفلتح او التفرتح. لو رحت رسمت علاقة بيانية ما بين المقاومة وتكرار ظهورها، لو المنحنى اللي موجود معاك منحنى التوزيع الطبيعي اللي موجود معاك ظهر بالشكل ده كده يا باشمهندس، ظهر بالشكل ده كده اللي هو الشكل المتوسط ده اسمه الشكل المعتدل اللي موجود معاك. الأرقام لا هي المنحنى لا هو مفلطح ولا هو مدبب. طب ده التوزيع المعتدل اللي موجود معاك. طب لو ظهر بالشكل المتفلطح أو الشكل المفرطح ده او الشكل المدبب، قال لك الكلام ده جه ازاي؟ الكلام ده جيب لانك انت جبت معامل التفلتح اللي موجود معاك اللي هو بيساوي سميشن كل مقاومه ناقص المتوسط الكل اس 4. طبعا سميشن كل مقاومه هتروح تنقص منها المتوسط واس كل اس 4 زائد المقاومه الثانيه ناقص المتوسط الكل اس 4 وهكذا لحد جميع القيم اللي موجوده معاك مقسومه على الانحراف المعياري اس 4. لو لقيت ان النتائج اللي موجوده معاك المعامل ده بيساوي 3 يبقى المنحنى اللي موجود معاك منحنى معتدل، ان النتائج اللي موجوده معاك منتظمه حوالين السنتر حوالين المتوسط بقيم معتدله، لا هي اللي هي بعيده ولا هي قريبه جدا من المتوسط اللي موجود معاك. لو معامل التفلتح ده زي ما قلت لك طلع بيساوي 3 يبقى التوزيع معتدل، لو طلع اقل من او بيساوي 3 يبقى المنحنى مفرطح او مفلطح، او لو طلع اكبر من 3 يبقى المنحنى اللي موجود معاك منحنى مدبب، ان النتائج اللي موجوده معاك اغلبها كبيره وقريبه من المتوسط. يبقى على حسب شكل الارقام وبعدها عن المتوسط اللي موجود معاك تقدر تميز منحنى التوزيع التكراري او منحنى التوزيع الطبيعي للمقاومات اللي موجوده معاك. هنشوف مساله كده يا باشمهندسين على ضبط الجوده الاحصائي لنتائج مكعبات او مجموعتين اثنين من المكعبات. مثال بيقول ايه؟ احسب قيم المدلولات التي يمكن منها تقييم نتائج مقاومة الضغط للمجموعات التالية من عينات الخرسانة. احسب قيم المدلولات التي يمكن منها تقييم نتائج مقاومة الضغط للمجموعات التالية من عينات الخرسانة. معاك مجموعتين اتنين، مجموعة واحد ومجموعة اتنين، بيقول لك هات المدلولات اللي تقدر تقيم منها مقاومة الضغط. احنا خدنا مدلولين اتنين اللي هو مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت. المجموعة الأولى كانت النتائج بتاعتها 410 412 395 415 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. يعني رحنا نكسر المكعب الأولاني جاب 410، المكعب الثاني 412، المكعب الثالث 395، المكعب الرابع 415. ده ضمن المجموعة الأولى. المجموعة الثانية 385 402 305 540. بيقول لك هات القيم اللي تبين أو تقيم نتائج مقاومات الضغط اللي موجودة معاك، وبعد كده بيقول لك احسب ايه؟ احسب المقاومة التي يمكن احسب المقاومة التي تحقق درجة ثقة 90% بالنسبة للمجموعة الثانية فقط. تمام، نمشي كده واحدة واحدة مع المجموعتين الاثنين اللي موجودين معانا. المجموعة الأولى
النتائج بتاعتها ورتبتها تصاعديا هتبقى 305 385 402 540، ممكن تصاعدي او تنازلي مش هتفرق. تاني حاجة، لو رحت جبت المتوسط بتاع المجموعة الأولى، المتوسط بتاع المجموعة الأولى هي مجموع الأرقام الأربعة اللي موجودين عندي اللي هو 395 زائد 410 زائد 412 زائد 415 وقسمتهم على أربعة هيطلع 480. إيه المتوسط بتاع المجموعة التانية؟ اجمع الأرقام اللي موجودة معاك 305 385 402 540 واقسمهم على أربعة لأن عددهم أربع عينات، هتلاقي برضه طالع 480. يبقى المتوسط بتاع المجموعة الأولى 408 والمتوسط بتاع المجموعة الثانية 408. تلاحظ إن الأرقام هنا مختلفة والأرقام هنا مختلفة، يبقى المتوسط زي ما قلنا لك كده المتوسط ما بيبقاش غير كافي في الحكم على النتائج بتاعة مقاومة إيه؟ الضغط. طب لو جبت الوسيط، الوسيط قلت لك الرقم اللي في النص بتروح تشطب رقم من هنا ورقم من هنا بشرط الترتيب تصاعدي أو تنازلي، إحنا كده بالفعل رتبناه الترتيب تصاعدي. هشيل ال 395 مع 415 هيبقى عندي رقمين اتنين في النص 410 و 412، هاخد المتوسط بتاعهم ويبقى اطلع 411. ده الكلام ده بالنسبة للمجموعة الأولى. بالنسبة للمجموعة التانية هشطب الرقم الأولاني مع الرقم التاني، 305 هتروح قصاد ال 540، هيبقى معايا 385 و 402، هجمعهم وأقسمهم على الاتنين هيطلع 393.5. ده بالنسبة للوسيط للمجموعة الأولى والوسيط للمجموعة التانية. طب المنوال، احنا اتفقنا ان المنوال ده هو اكتر رقم ظهر. طب المجموعه الاولى هل فيها رقم اتكرر؟ لا مفيش، يبقى لا يوجد منوال. المجموعه الثانيه هل فيها رقم اتكرر؟ لا، يبقى لا يوجد منوال. طب نخش بعد كده على مقاييس التشتت. كان اول حاجه موجوده معانا ايه؟ المدى، نسينا نجيبه معانا هنا في المساله. المدى ده كان بيقيمته بتساوي كام؟ الفرق ما بين اكبر رقم واقل رقم. في المجموعه الاولى هيبقى الفرق ما بين 415 و 325، 415 ناقص 395 يبقى المدى هنا 20. في المجموعة الثانية 540 ناقص 305، شوف المدى قيمته قد ايه. ثالث الحاجة اللي بعد كده حاجة اسمها الانحراف المعياري. الانحراف المعياري زي ما انا قلت لك بتروح تجيب قيمة كل مقاومة ناقص المتوسط لكل تربيع على ال، ليه؟ لأن عددهم أقل من 20. ماشي، يبقى أنا عندي 395 ناقص 408 لكل تربيع زائد 410 ناقص 408 لكل تربيع زائد 412 ناقص 408 لكل تربيع زائد 415 ناقص 408 لكل تربيع، الكلام ده كله على 4 والكلام ده كله تحت الجذر التربيع هيطلع معاك الانحراف المعياري للمجموعة الأولى ب 7.71%. لو طبقت نفس الكلام للمجموعة الثانية سميشن كل مقاومة ناقص المتوسط لكل تربيع على ان هيطلع الرقم ده ب 84.55%، واحنا اتفقنا كل ما الانحراف المعياري يزيد معناته ان مستوى ضبط الجودة بيقل. الحاجة اللي بعد كده معامل الاختلاف، معامل الاختلاف ده قلنا بيساوي الانحراف المعياري على المتوسط كنسبة مئوية. الانحراف المعياري عندي بالنسبة للمجموعة الأولى 7.71% على المتوسط اللي هو 408 كنسبة مئوية يطلع 1.9%. مستوى ضبط الجودة بالنسبة لمعامل الاختلاف قال لك بالنسبة للمجموعة الأولى ممتاز لأنه أقل من 8%. بالنسبة للمجموعة الثانية هتقسم الانحراف المعياري على المقاومة المتوسطة 84.55% مقسوم على 408 كنسبة مئوية هيطلع 20.7، يبقى مستوى ضبط الجودة بالنسبة للمجموعة الثانية سيء جدا. الحاجة اللي بعد كده بيقول لك إيه؟ حدد المقاومة، احسب قيمة المقاومة، احسب المقاومة التي تحقق درجة ثقة مقدارها 90% بالنسبة للمجموعة التانية. الـ FCU احنا عارفين انها بتساوي المقاومة المتوسطة ناقص الـ K في السيجما. ماشي، المقاومة المتوسطة عارفين انها ب 408 والـ K ده ثابت يعتمد على درجة الثقة، عند درجة ثقة 90% قيمة الـ K ده بكام؟ ب 1.28 والسيجما ب 84.55 انا جايبها قبل كده، يبقى انا عندي المقاومه اللي تحقق درجه ثقه مقدارها 90% قيمه المقاومه بتساوي 269 كيلو جرام على السنتيمتر مربع. مهم قوي المثال ده يا باشمهندسين، ومن الامثله المشهوره اللي بتيجي في الامتحانات عن تقييم نتائج الضغط او تقييم نتائج مقاومه الضغط للمكعبات او كمجموعات. المثال اللي بعد كده بيقول عند الحكم على صلاحية خرسانة اللبشة العادية لمدرسة ابتدائية بالتأهلية
تم قياس مقاومة الضغط لعدد 17 مكعب مختلف، وكانت المقاومة كمثالية 218 187 177 215 186 183 173 142 153 187 191 193 247 233 221. فما هي قيمة المقاومة الفعلية للخرسانة بين قوسين درجة الثقة اللي هو عاوزها 95%؟ وهل تقبل الخرسانة أم ترفض إذا كانت المقاومة المميزة التي تم التصميم على أساسها هي 200 كيلو جرام لسنتيمتر مربع؟ ده مجموعة كبيرة من المكعبات اللي موجودة معاك عاوز تحكم عليها، وهل المقاومة اللي موجودة معاك هل المقاومة بتاعت الخرسانة ديت مقبولة أو مرفوضة؟ عشان تحكم على صلاحية الخرسانة يا باشمهندس في 3 شروط لازم يتحققوا، اللي هي أول حاجة درجة ثقة 95%. يعني إيه يا باشمهندس درجة ثقة 95%؟ قال لك مسموح لك بإن العينات تنجح بنسبة 95% فيما أعلى. يعني إيه؟ يعني مش مسموح بأكتر من 5% من العينات تفشل. يعني لو عندك 100 مكعب المفروض ان 95% منهم يحققوا يجيبوا قيمة المقاومة بتاعتك، ومسموح ب 5% بس مش ازيد من كده ان هم يفشلوا. طب لو انا عندي 100 مكعب يبقى انا مسموح لي ان 5 مكعبات يفشلوا. طب لو عندي 20 مكعب يبقى المسموح بمكعب واحد يفشل لانه 5% من ال 20 واحد. طب لو عندي 17 مكعب قال لك لا يبقى ولا مكعب من المكعبات اللي موجودة معاك يفشل، لان مفيش حاجة اسمها نص مكعب او ربع مكعب. يبقى انا عندي 5% المسموح ان هم يشيلوا، 5% من 17 اقل من الواحد، يبقى المفروض ان كل المقاومات اللي عندي اتحققت المقاومه اللي موجوده. الحاجه اللي بعد كده ان المدى بتاع العينات اللي موجود معاك ما يزيدش على الربع المتوسط، اكبر فرق ما بين اكبر قيمه واقل قيمه ما يزيدش على الربع المتوسط. الشرط الثالث اللي موجود معاك ان الاف سي يو الفعليه تكون اكبر من او المتوسط اللي موجود معاك يكون اكبر من 90% الاف سي يو اللي انت بتصمم عليه. يبقى انا علشان احاول اقول ان الخرسانه اللي عندي خرسانه مقبوله طبقا للاشتراطات اللي موجوده معايا في لازم شروط لازم يتحققوا. اول حاجه درجه ثقه 95% ان مش مسموح باكتر من 5% من العينات تفشل. على حسب عدد العينات هبدا اقول مقبول ولا مش مقبول. تمام. تاني حاجه ان المدى اللي موجود معاك ما يكونش اكبر من ربع المتوسط. الشرط الثالث ان الاف سي يو اللي هي المتوسط الجديد اللي موجود معاك ده يا باشمهندس يكون اكبر من 90% الاف سي يو التصميميه اللي انت مصمم عليها. تعال بقى نشوف الكلام ده كده على المساله اللي موجوده معاك. انا عندي 17 مكعب، لو رحت جبت المتوسط بتاعهم مجموعهم على عددهم هيطلع 190 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. طب ماشي، ده المتوسط، زود عليه الربع ونقص منه الربع علشان نشوف موضوع المدى. يبقى الاف ام ناقص ربع المتوسط الى الاف ام زائد ربع المتوسط. لو ال 190 شلت منها ربعهم وزودت عليهم ربعهم يبقى هتلاقيها بتتراوح من 142 ونص الى 237 ونص. ده المدى بتاع الارقام اللي موجوده معاك. شوف يا باشمهندس النتائج اللي خرجت بره المدى ده قد ايه. النتائج اللي خرجت بره المدى ده مفيش الا رقم واحد، ان رقم واحد بس يا باشمهندسين هو اللي خرج من معايا، اللي هو رقم كام؟ ان رقم واحد هو اللي خرج من قيم النتائج اللي موجوده معاك يا باشمهندس، اللي هو 142، اللي هو اقل من الحد الادنى اللي موجود معايا، فبالتالي هروح اشيله من ضمن المتوسط. يبقى انا كده عندي رقم واحد خرج، بروح احذفه خالص واعتبر ان نتائج القراءات اللي موجوده معايا هم ال 16 قراءه، واروح اجيب المتوسط الجديد مجموعهم على عددهم 193 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. طب ماشي، المتوسط ده قال لك المفروض ان هو يكون ايه؟ اكبر من 90% الاف سي يو. 90% الاف سي يو كام؟ 90%، وانا الاف سي يو التصميميه اللي كانت موجوده معايا اللي هي 200 90% منها يعني 100 و180، انا عندي 193 اكبر من كام؟ من ال 180، يبقى كده الشرط ده اتحقق. الشرط الثالث اللي موجود معاك يجب الا يزيد عدد المقاومات التي تقل عن المقاومه المميزه عن 5% من عدد المقاومات اللي هو درجه ثقه 95%. هتلاحظ ان عندك يا باشمهندس 9 مقاومات من اصل 16 مقاومه موجودين معاك
قلت عن ال 200 اللي هم 186 و 142 و 187 و 181 و 147. الارقام دي كده قلت عن ال 200، المفروض انها تكون كلها اكبر من ال 200، فبالتالي ترفض الخرسانه لان الشرط الثالث ما اتحققش. يبقى انا عندي الثلاث شروط اللي موجودين معايا يا باشمهندس. اول شرط ان هو بروح اشوف موضوع المدى، احنا قلنا المفروض ان الارقام كلها تكون واقعه في المدى اللي هو المدى ده اللي هو المفروض ما يزيدش عن ربع ايه المتوسط، ربع المتوسط. باخد المتوسط اللي موجود معايا ازود عليه الربع وانقص منه الربع، فالمفروض ان الارقام تكون واقعه في المدى ده. الرقم اللي خرج براهم يبقى رقم شاذ، بحذفه اكنه مش موجود معايا يا باشمهندسين، وابدا اجيب المتوسط من اول وجديد. انا شفت الارقام لقيت ان في رقم واحد هو اللي شاذ عن الارقام اللي موجوده معايا، بحذفه خالص واعتبر ان الارقام اللي عندي هم 16 عينه هم دولت المقاومات. ماشي، مجموعهم على عددهم بلاقي ان المتوسط الجديد 193 وطلع اكبر من 90% الاف اس يو اللي هي التصميميه اللي هي 200. يبقى كده الشرط ده كده اتحقق، المدى والمقاومه. الشرط الثالث اللي هو بيقول لك ان المقاومه بتاعت المكعبات لازم تحقق درجه ثقه 95%، يعني مسموح لك ب 5% من العينات تفشل. ال 16 عينه مسموح بكم واحد منهم يفشل يكون اقل من ال 200؟ ال 16 5% منهم رقم اقل من الواحد الصحيح، يبقى مش مسموح ولا واحد. انا عندي 6 مكعبات او عندي 9 مكعبات كلهم اقل من ال 200، يبقى الشرط ده كده ما اتحققش، يبقى الخرسانه مرفوضه طبقا للاشتراطات. المثال اللي بعد كده بيقول لضبط جودة خرسانة صهاريج مياه أخذت عينات من الخرسانة أثناء مراحل التنفيذ واختبرت. واختبرت مقاومة الضغط للعينات القياسية فكانت وفقا للجدول التالي. هو كان بيصب خرسانة صهريج بتاع مياه، وأثناء عملية الصب خد مكعبات. عدد المكعبات دي كان كتير فقسمها لشرايح أو سقسمها لفئات. قال إيه؟ لما طلع النتائج بتاعة المكعبات اللي موجودة معاه، لما طلع نتائج المكعبات اللي موجودة معاه لقى ان الارقام عشوائيه، فقال لك انا هقسمها شرايح او فئات او اقطار. اللي وقع من كام لكام عددهم قد ايه، اللي وقع من كام لكام عددهم قد ايه. فقال لك الفئه الاولانيه اللي وقع من 215 لحد 225 لقاهم 16 مكعب. الفئه الثانيه اللي وقع من 225 ل 235 لقاهم 31 مكعب. اللي وقع من 235 ل 245 لقاهم 250 مكعب. اللي وقع من 245 ل 255 لقاهم 81 مكعب. اللي وقع من 255 ل 265 لقاهم 105 مكعب. اللي وقع من 265 ل 275 98 مكعب. اللي وقع من 275 ل 285 67 مكعب. اللي وقع من 285 ل 296 36 مكعب. اللي وقع من 295 ل 305 22 مكعب. اللي وقع من 305 ل 315 15 مكعب. طبعا انت تقدر تجمع تشوف عدد المكعبات، انك تجمع التكرار اللي تحت عدد المكعبات اللي موجوده معاك اللي هم دول 16 زائد 31 زائد 52 زائد 81 زائد 105 زائد 98 زائد 67 زائد 36 زائد 22 زائد 15. ده عدد المكعبات الكلي، ارقام كبيره. طب المطلوب في المساله بيقول لك ايه؟ ارسم كل من استجرام التكرار ومنحنى التكرار التجميعي ومنحنى التوزيع التكراري، ثم استخلص المدلولات التي يمكن منها معرفة مستوى إنتاج هذه الخرسانة ومدى انتظامها ودرجة جودتها، واحسب أيضا قيمة المقاومة عند درجة ثقة 90% و95%. طب الفئة الأولانية أو الحد الفئة رقم الفئة رقم واحد، الفئة تتراوح من 215 ل 225. يقصد برقم 215 هو الحد الأدنى للفئة. طب والحد الأقصى 225. طب المركز بتاع الفئة دي 220. نفس الكلام للفئة اللي بعدها، الحد الأدنى للفئة الثانية 225، الحد الأقصى 235، المركز بتاعها 230، الرقم اللي وقع في النص، وهكذا لكل الفئات. علشان ترسم المطالب اللي هو طالبها منك دي لازم تكون عارف الفرق ما بين الحد الادنى والمركز. لو جيت في جدول تاني كده بعدها كده باشمهندسين وقلت الحد الادنى لكل شريحه قد ايه؟ الشريحه الاولى الحد الادنى بتاعها 215، الثانيه 225، 235، 245 وهكذا. هعتبر ان في شريحه زياده والحد الادنى بتاعها اللي هو الاخير 315. طب عدد القراءات الحد الادنى اللي اقل من الحد الادنى، في قراءات اقل من 215؟ لا، هي القراءات اول
اقل من الحد الادنى اللي هو 215 صفر. طب عدد القراءات اللي اقل من 225 اللي هم ال 16 اللي هم الحد الادنى بتاع الفئه الاولانيه اللي هم التكرار بتاع الفئه الاولانيه اللي هم 16. طب عدد القراءات اللي اقل من 235 ال 47. ال 47 دي جت منين؟ مش انا يا باشمهندس ال 16 وقع من ال 215 ل 225 وال 31 وقع من ال 225 ل 35؟ ال 16 وال 31 كلهم واقعين اقل من ال 235، يبقى 16 زائد 31 يبقى 47. طب اللي وقع اقل من ال 245 ال 47 زائد ال 81 ال 47 زائد ال 52 يبقى انا كده عندي 99. طب اللي اقل من 255 ال 99 زائد ال 81 180. طب اللي اقل من 265 ال 180 زائد ال 105 يبقى 285 وهكذا. يبقى انت كده طلعت عدد القراءات اللي اقل من الحد الادنى. طب كنسبه مئويه بقى يا باشمهندس، ده الصفر بالنسبه لعدد العينات الكل اللي هو 523 اللي هو عدد العينات اللي اقل من الحد الادنى للشريحه الاخيره اللي هي 315 اللي هو 523 اللي هو عدد العينات الكليه. طب كنسبه مئويه صفر بالنسبه لل 523 صفر. طب الشريحه الثانيه عدد العينات اللي اقل من الحد الادنى 16، 16 بالنسبه ل 523 كام؟ 16 على 523 كنسبه مئويه يبقى 3.1%. اللي بعد كده 47 بالنسبه ل 523 9%. اللي بعد كده 99 بالنسبه ل 523 18.9 وهكذا. هتلاقي ان الشريحه الاخيره اللي موجوده معاك جايبه 100% لانه تصاعد. تمام. يبقى انا كده جبت الجداول اللي اقدر ارسم منها. نرسم بقى هيستوجرام التكرار ازاي؟ قال لك هيستوجرام التكرار هو علاقه بيانيه ما بين مركز الشريحه والتكرار. الشريحه الاولانيه المركز بتاعها 220 والتكرار بتاعها 16. الشريحه الثانيه 230 31 وبيترسم بالشكل ده كده يا باشمهندس على هيئه اعمده. 230 31 240 52 250 81 260 105 ونفس الشكل كده اللي موجود معاك يا باشمهندس. هو علاقه بيانيه ما بين مركز الشريحه او مركز الفئه والتكرار اللي حصل للفئه اللي موجوده معاك. تمام. المنحنى التكراري او منحنى التوزيع التكراري او منحنى التوزيع الطبيعي قال لك هو علاقه بيانيه ما بين مركز الشريحه والتكرار برضه زي الهيستوجرام، بس ما بنرسموش كأعمدة، بنرسمه كمنحنى بالشكل ده، منحنى توزيع طبيعي. وبتحط لي القيم اللي موجوده معاك على كل نقطه. 220 ب 16، 230 31، 240 52 وتوصل ما بينهم بالشكل ده كده يا باشمهندس كمنحنى وهكذا. اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لك هات المداليل بقى اللي بتدل على مستوى ضبط الجوده، المتوسط مجموعهم على عددهم. هجيب المتوسط ده ازاي؟ ده انا عندي 253 عينه، عندي 523 عينه. هجيبهم ازاي؟ قال لك يا باشمهندس انت ممكن تعبر عن المركز في التكرار يعبر عن الشريحه كلها. مش انا عندي مثلا في الاولانيه عندي 16 مكعب واقعين من 215 ل 225، طب ما انا ممكن اقول هم 16 مكعب مقاومتهم 220 اكنهم متوسط وخلاص. يبقى انا عندي سميشن ال n في الاكس على ال n. الان سمول اللي هي فوق سميشن الان سمول في الاكس على الان، حيث الاكس اللي هو متوسط الفئه اللي هو المركز، الان تكرار الفئه الواحده، الان العدد الكل اللي موجود معاه. يبقى انا عندي 220 في 16 زائد 230 في 31 مركز الفئه الثانيه والتكرار بتاع الفئه الثانيه وهكذا لحد الاخر اللي هم 310 في 15 على مجموع على المجموع الكلي للعينات اللي هو 523. يبقى انا عندي المتوسط 263.8 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. هتجيب الوسيط وهتجيب المنوال من ايه؟ من الوسيط. الوسيط زي ما احنا اتفقنا كده اللي هو الرقم اللي في النص. انت لو رتبت الارقام كلها ارقام تصاعديه وقعدت تشطب واحد قصاد واحد واحد قصاد واحد، الوسيط اللي موجود عند 50% صح؟ مش هو اللي موجود في النص؟ النص ده اللي هو 50%. قال لك هتروح تجيبه من النسبه المئويه اللي موجوده معاك من على المنحنى يا باشمهندس عند نسبه 50%، تخش تجيب المقاومه هتلاقيها طالعه معاك 262 وهنشوفها في السلايد الجاي على المنحنى. المنوال اكتر رقم اتكرر. اكتر رقم اتكرر لو انا رحت للجدول اللي كان قبل كده يا باشمهندس
اشوف اكبر رقم اتكرر واخد المركز بتاع الفئه بتاعته، هلاقيه 260 ممكن اجيبه من جدول التكرار او من هيستوجرام التكرار اللي موجود معايا. الانحراف المعياري، الانحراف المعياري سميشن بيساوي السيجما بيساوي جذر سميشن الان في الاكس ناقص الاكس بار في كل تربيع على الان ناقص واحد. ليه بقى الان ناقص واحد؟ لان عدد العينات اكبر من 20. طب ماشي، 16 في 220 ناقص 283 263 و8 من 10 الكل تربيع زائد 31. 31 ده اللي هو التكرار بتاع كل فئه اللي موجوده معاك، 230 ناقص 263 و8 من 10 كل تربيع، وهكذا لحد اخر واحده اللي هي التكرار 15. الحد اللي هو قيمه المقاومه بتاعت الشريحه ديت 310 بيعبر عن المركز، ناقص 263 و8 من 10 اللي هو المتوسط كل تربيع. الكلام ده كله مقسوم على 523 ناقص 1، الكلام ده كله تحت الجذر، يطلع الرقم ده معاك بيساوي 20.5 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. معامل الاختلاف، معامل الاختلاف بيساوي الانحراف المعياري على المتوسط كنسبه مئويه 20.5 على 263 و8% مضروب في 100 فوقيات، يبقى الرقم ده يطلع معاك ب 7.79% كنسبه مئويه. مستوى ضبط الجوده بتاعه، مستوى ضبط الجوده كويس جدا لانه اقل من 80. طب لو انا بقى عاوز ارسم منحنى، المنحنى التكراري التجميعي، قال لك يا باشمهندس المنحنى التكراري التجميعي اللي موجود معاك بنرسمه ازاي؟ هو علاقه بيانيه ما بين النسبه المئويه لعدد القراءات اقل من الحد الادنى ومقاومه الضغط اللي موجوده معاك. 215 اول فئه موجوده معايا، 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 والكلام ده على المحور الافقي. على المحور الافقي، على المحور الراسي 0 10 20 30 لحد 100. طبعا انا جايب النسب المئويه بتاعت الحد الادنى في السلايد اللي قبل اللي فات، اروح اوقع النسبه ما بين الحد الادنى بتاع الفئه، النسبه ما بين الحد الادنى بتاع الفئه، النسبه ما بين الحد الادنى بتاع الفئه، وارسم المنحنى اللي موجود معايا واوصل بيه بالشكل اللي موجود قدامي ده كده يا باشمهندس، بيبقى شكل تقريبا شكل الحرف الاس كده مفتوح. من على الرسم كده لو انت شايف، لو انت عاوز تجيب الوسيط، الوسيط تخش عند ال 50% تنزل تمشي افق وبعد كده تمشي راسي تطلع الوسيط 262 كيلو جرام على السنتيمتر مربع. بقول لك هات لي بقى بعد كده درجة المقاومة عند درجة ثقة 90% والمقاومة عند درجة الاف اس يو عند 90% والاف اس يو عند كام؟ 95%. نجيبها ازاي دي يا باشمهندس؟ من على الرسم من منحنى التكرار التجميعي لو انت عاوز تجيب عن المقاومة عند عند 90%، يعني ايه درجة ثقة 90%؟ درجة ثقة 90% يعني مسموح لي ب10% من العينات تفشل، صح؟ تمام. 10% من العينات تفشل يعني 10% من العينات اللي موجودة معايا تجيب أقل من الحد الأدنى. طب لو أنا دخلت عند العشرة في المية، لو أنا دخلت عند 10% نسبة العينات اللي موجودة معايا عند الحد الأدنى اللي موجودة معاك وطلعت المقاومة هتطلع 236 كيلو جرام على السنتيمتر مربع. طب عند ال 95% يعني ايه درجه ثقه 95%؟ يعني مسموح لي ب 5% من العينات بس هم اللي يفشلوا، يعني 5% من العينات بس هم اللي يجيبوا نتائج قليله. طب ماشي، لو انا دخلت المقاومه عند نسبه 5%، لو دخلت عند نسبه 5% وجبت المقاومه اللي موجوده معاك همشي افقيا اتقاطع مع المنحنى انزل راسيا هلاقيها ب 229 كيلو جرام على سنتيمتر. ده من على المنحنى تقدر تجيب قيمة الـ FCU عند درجة 90% وعند درجة 95%. طب لو عاوز تجيبها بقى بالمسألة، درجة الثقة 95 عند درجة الثقة 90% الـ FCU بتساوي الـ FM ناقص الـ K في السيجما، الـ FM من 263.8% ناقص الـ 1.28 مضروب في السيجما اللي هي 20.5، الكلام ده يطلع معاك من 263.8 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. طب عند درجة ثقة 95% الـ FSU بيساوي الـ FM ناقص الـ K في السيجما 263.8% اللي هو المتوسط ناقص الـ K عند درجة ثقة 95 1.64، الرقم ده برضه عليك حفظ،
مضروب فيه 20.5 اللي هو درجة الانحراف المعياري، يطلع 229.4 كيلو جرام على السنتيمتر مربع. المسألة دي مهمة جدا يا باشمهندسين، الناس تذاكرها بتركيز، لأنها مسائل اللي بتيجي دايما في الامتحان.